بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. واليوم في الجزء الأخير من النوع 42 في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن. 27، أي الوجه 27 في المخاطبات، خطاب التحنن والاستعطاف، كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. 28، خطاب التحبيب، نحو التحبيب يعني التأليف، إنما تريد أن تؤلف بين قلب إنسان وآخر. لما تتكلم واحد تحاول تتحبب إليه، فتتحبب إليه تقوم إيه؟ تقول له: يا أخي، يا حبيبي، يا صديقي. يا الأول تقول له لقب كويس، أو مثلا بتكلم والدك تقول له: يا أبتي، أو يا أبي، عشان تذكره بالأبوة وما فيها من حنو، أو يا أمي، أو يا، وهكذا. فليس مو خطاب التحبيب، نحو: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نحو سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، وكذلك في سورة طه: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هو كان أخوه شقيق، طب ليه بيقول له يا ابن أم سيدنا هارون؟ لأن الأم محل الشفقة العظمى، فذكره بالشفقة العظمى به لما وجده غضبان عليه، فقال له: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده جزء من حديث سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، جزء من حديث كان إيه النبي بيوصي سيدنا العباس إيه؟ أن يدعو الله بسؤاله العافية في الدنيا والآخرة، لأن سأله سيدنا العباس قال له: يا ابن أخي، بما أدعو الله؟ فقال: سألوا الله العفو والعافية. فقالوا مرة تانية، قالوا: بما أدعو الله؟ قال: يا عباس، يا إيه؟ يا عم رسول الله. شباب بيذكروا بالعمو بالأبوة، يعني النبي أخلص له إيه في النصح لكونه عمه، لكون قرابته، فضلا عن أنه مسلم كسائر المسلمين. سأل الله العافية في الدنيا والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، فده جزء من حديث يعني. 29، خطاب التعجيز، فأتوا بسورة من مثله، من مثله، دي في سورة البقرة، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين في سورة الطور، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ده في سورة هود، فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في آل عمران. وجعل منه بعضهم: قل كونوا حجارة أو حديدا. ورد ابن عطية صاحب الوجيز في تفسير القرآن، ورد ابن عطية بأن التعجيز يكون حيث يقتدي بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب، وإنما معنى الآية يكون بالتوهم والتقدير، يعني تخيلوا كونوا حجارة أو حديد، تخيلوا، مش بيقول لهم كونوا كده يعني تعجيزا، لا، يقول تخيلوا في أي شيء يكبر في صدوركم فالله قادر على أن يعيد خلقكم، فهم؟ التحسير والتلهف، كقوله تعالى: قل موتوا بغيظكم. والحادي والثلاثون، التكذيب، نحو قوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها
إن كنتم صادقين. لما أنكروا إن الرجم مش موجود في إيه؟ إن الرجم مش موجود في التوراة، أنكروا ذلك وهو موجود، والنبي لم يقرأ التوراة، لكن إيه؟ ربنا أعلمه. فقال لهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي تجدوا فيها الرجم الذي أنكرتموه. وهذا من باب إيه؟ القيام على الشهادة بكذبهم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، في سورة الأنعام 32 خطاب التشريف، وهو كل ما في القرآن العزيز مخاطبة بقل، كالقلاقل، القلاقل اللي هي السور اللي بتدير بقل، زي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون، يسموها إيه؟ القلاقل. وكقوله قل آمنا في سورة آل عمران، وهو تشريف منه سبحانه لهذه الأمة بأن يخاطبها بغير واسطة لتفوز بشرف المخاطبة، لأن قل هنا الخطاب موجه للنبي وموجه لكل مسلم يقرأ القرآن، وكأن الله خاطبك مباشرة، ففيها تشريف أيام التشريف. إذ ليس من الفصيح أن يقول الرسول للمرسل إليه قال للمرسل قل كذا وكذا، ولأنه لا يمكن إسقاطها، فدل على أن المراد بقاؤها، ولا بد لها من فائدة، فتكون أمرا من المتكلم للمتكلم بما يتكلم به، أمره شفاها بلا واسطة، كقولك لمن تخاطبه افعل كذا. 33 خطاب المعدوم، يعني يخاطب المعدوم اللي هو مش موجود دلوقتي. يبقى العدم المقصود بإيه؟ مش من العدم من كل وجه، لا، العدم من حيث الوجود الخارجي، لأن كل ما أراده الله معلوم في إيه؟ في علمه قبل خلقه، فيسمى معدوم باعتبار الوجود الخارجي لا باعتبار العلم به. ويصح ذلك تبعا لموجود، كقوله تعالى يا بني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم، ويدخل فيه بقى إيه؟ الموجود واللي هيتولد ليوم القيامة، فإنه خطاب لأهل ذلك الزمان ولكل من بعدهم، وهو على نحو ما يجري من الوصايا في خطاب الإنسان لولده وولد ولده ما تناسلوا بتقوى الله وإتيان طاعته. قال الرماني في تفسيره: وإنما جاز خطاب المعدوم لأن الخطاب يكون بالإرادة للمخاطب دون غيره، وأما قوله تعالى كن فيكون، فعند الأشاعرة أن وجود العالم حصل بخطاب كن، يعني بمجرد توجه الإرادة الإلهية إلى المعلوم المراد إيجاده صار معلوم إيه موجودا. وربنا عبر عن ذلك توجه الإرادة لإخراج المعدوم إلى الوجود بأقل لفظة كن، فمجرد قال كن بقى موجود، فكأنه خاطبه وهو موجود. ده رأي مين؟ الأشاعرة. يبقى خاطبه موجودا، لكن الماتريدية اللي هم الأحناف يعني اختلفوا في المسألة شوية عن الإيه؟ عن الأشاعرة في هذا. وقالت الحنفية، يقصد الماتريدية يعني، لأن الأحناف ماتريدية، التكوين أزلي قائم بذات الباري سبحانه، يعني التكوين أزلي يعني إيه؟ يعني هي قدرة أزلية موجودة في الله وليست حادثة، فده قدرة أزلية، وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العالم عند وجودي، لا أنه يوجد عند كاف ونون. ده إيه؟ ده بيردوا على مين؟ على الأشاعرة. وذهب فخر الإسلام شمس الأئمة، الإمام السرخسي الحنفي المشهور، وذهب فخر الإسلام شمس الأئمة منهم، يعني من الأحناف يعني، إلى أن خطاب كن موجود عند إيجاد كل شيء، فالحاصل عندهم في إيجاد الشيء شيئان، الإيجاد وخطاب كن. واحتج الأشاعرة بظاهر قوله تعالى إنما قولنا لشيء والشيء لا يكون إلا موجودا، مش كده برضو؟
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لو كن فيكون، وقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني قال له، توجه الخطاب له وهو شيء فكان، أي توجه الخطاب إلى المعلوم المعدوم المراد إيجاده، فهو ليس معدوما من كل وجه، بل هو معدوم من حيث الوجود الخارجي وليس معدوما من حيث العلم به. فهمت؟ لأن دي من ضمن الخلاف بين الماتريدية والإيه والأشاعرة، ورأي الأشاعرة فيها الراجح على فكرة، رأي الأشاعرة في هذه المسألة هو الراجح، واخد بالك؟ وإحنا عارفين إن أهل السنة والجماعة هم الماتريدية والأشاعرة، لكن طبعا الأزهر الشريف تبنى إيه المذهب الأشعري في العقائد، تبناه يعني إيه؟ يعني جعله هو الراجح عنده. وقول بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له، يعني يقول له حال العلم به، اللي هو احنا بنقول عليها توجه الإرادة إلى المعلوم المراد إيجاده، فتخصص الإرادة القدرة، فالقدرة تخرج المعدوم إلى الإيه؟ إلى الوجود. يبقى القدرة إيه؟ تخصصها الإرادة، والإرادة تخصص القدرة على وفق المعلوم. واضح؟ ولو حصل وجود العالم بالتكوين، هي موجودة في المخطوطة العالم، يقوموا في التحقيق يخلوها العلم، وهذا خطأ، هي العالم برضو، يعني اللي حققوا ما فهموش العبارة، فقاموا غيروا عبارة المخطوطة، المخطوطة بيقول العالم، خلوها هم العلم، لا هذا خطأ، ارجع للمخطوطة صح. فهم؟ ولو حصل وجود العالم، هم كتبوها في التحقيق العلم، هي ولو حصل وجود العالم، والعالم اللي هو ايه؟ كل ما سوى الله. ولو حصل وجود العالم بالتكوين لم يكن في خطاب كن فائدة عند الإيجاد. وأجاب الحنفية بأن، يعني الحنفية اللي هم إيه؟ الماتريدية. وأجاب الحنفية بأن نقول لموجبها ولا تستقل بالفائدة. الموجب اللي هو إيه؟ اللي هو ما ينبني عليه الوجود، اللي هي الإرادة الإلهية، أدي الموجب، يبقى موجبها هنا وإيه؟ الإرادة الإلهية. وأجاب الحنفية بأن نقول لموجبها ولا تستقل بالفائدة، يعني كأن حالة توجه الإرادة إلى المعلوم القديم، حالة التوجه دي هي دي إيه؟ لتعمل القدرة في إخراج المعلوم إلى الوجود، هذا التوجه هو ده الموجب لخطابه بإيه؟ بكن. فهمت؟ ده كلام مين؟ الأحناف. ولا تستقل بالفائدة كالمتشابه، فيقول بوجود خطاب كن عند الإيجاد في غير تشبيه ولا تعطيل. كده انتهى ايه النوع الثاني والأربعون. العجيب ان هو في مقدمة هذا النوع قال لك ان ايه اكثر من 40 وجها، لكن ذكر هنا 33 وقف وخلص، ما كملش ال 40 وجه، لكن هو يبقى ايه، يبدو ان في الاول من باب المبالغة، فلما ابتدى بقى يعدد خلص عند 33، او ان ال 40 وجها تقريب، خلى الثلاثة قربها لأقرب عقد، فخلى زي ما تقول لي ايه، انا ما تجيب حاجة مثلا ب 33 قلت انا اجيبها بتاع 40، يعني من باب التقريب، يعني فهمت ازاي؟ على عادة العرب يحبوا يقربوا لأقرب عقد، أقرب عقد يعني إيه؟ أقرب عشرات، فهمت؟ وساعات يقربوا لأقرب نصف عقد، فيخليها بدل 33 35، يبقى أنصاف العقود اللي هي خمسات والعقود اللي هي العشرات. واضح؟ ونقف على النوع الثالث والأربعون، على النوع الثالث والأربعين في بيان حقيقته ومجازه، نبدأ في هذا النوع غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل أفضل صلاة على سيدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون.